الفرح اللي اتقلب لعزة، سبب حريق الفرح العراقي، 100 قتيل وعشرات الجرحى في فرح وتحولت فيه الزغاريط لسويت، والفرح اتقلب عزة. فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى هزت قضاء الحمدانية بمحافظة نينوي بالعراق. الحكاية بدأت وانتهت في قاعة أفراح العريس والعروسة والمعازيم وكل الناس اللي جاية تهني وتبارك، كلهم بلا استثناء مبسوطين ومقضيين وقت الفرح وهم فرحانين بالعريس والعروسة. فجأة في وسط كل ده يلاقوا النار نازلة عليهم من كل مكان في القاعة، من السقف والحيطان والديكور. مفيش حاجة موجودة في القاعة ممسكتش فيها النار. وقالت وسائل إعلام عراقية إن اللي ماتوا في الحادثة ما يقلوش عن 100 شخص، وحوالي 200 واحد اتصابوا إصابات أغلبها حروق وجروح خطيرة جدا. ده غير طبعا محافظ المدينة اللي طلع وقال إن وزارة الصحة لحد النهاردة مش قادرة تحدد إحصائية نهائية لعدد الوفيات والمصابين اللي حصلت نتيجة الحريق، لأن كل ساعة الأعداد بتزيد بشكل مش طبيعي. لو شفتوا الفيديوهات والصور اللي بتبين قد إيه كل حاجة بتتغير في لمح البصر هتتفاجئوا إزاي ده حصل أصلاً. نيجي بقى لسبب الحريق ده ومين اللي وراه. الدفاع المدني في العراق قالوا إن المعلومات الأولية اللي وصلت ليها التحقيقات بتشير إن في ناس كانوا موجودين في الفرح استخدموا الألعاب النارية وقت ما العريس والعروسة كانوا بيرقصوا، وطبعاً عشان القاعة مقفولة النار كانت بتولع في القاعة، وبسرعة انتشر الدخان والحريق في كل مكان في القاعة، والموضوع خرج عن السيطرة والمعازيم ما بقوش قادرين يوقفوا النار. ده غير طبعاً إن قاعة الأفراح كانت مغلفة بألواح الإيكو باند، ودي مادة للبناء مكونة من الألمونيوم والبلاستيك. طبعاً مادة زي دي بمكوناتها أكيد هتكون سريعة الاشتعال، وعلشان كده بيكون ليها تعليمات علشان إزاي تتعامل معاها وتحافظ في نفس الوقت على سلامتك وسلامة اللي حواليك. طبعاً المعازيم ما كانوش على علم بأي حاجة زي دي، فأخطأوا في التعامل معاها، والنتيجة كانت الكارثة اللي حصلت دي. بس طبعا في جزء كمان من هيئة الدفاع المدني في العراق بتحمله للقاعة، وهو عدم وجود متطلبات السلامة من منظومة الإنذار والإطفاء الرطبة. طبعا كل اللي حصل ده والفيديوهات اللي اتنشرت للمطافي هم بيحاولوا يدوروا على ناس لسه على قيد الحياة ما ماتوش يوجع القلب، وهم بيدوروا عليهم في وسط الحطام والجثث اللي اتفحمت من النار وأجزاء القاعة اللي بقت على الأرض. العراق كلها دلوقتي عايشة في حالة حداد على ضحايا فرح حنين ورفان، وطبعا في كتير بيسألوا عن مصير العروسين اللي معرفوش يكملوا فرحهم وفرحتهم اتخذت بسبب اللي حصل في القاعة. في مصادر قريبة منهم صرحوا لأكتر من وسيلة إعلامية وأكدوا إن العريس والعروسة بخير وما زالوا على قيد الحياة، لأنهم قدروا إنهم يخرجوا من القاعة في بداية الحريق. هما الاتنين صحتهم الجسدية كويسة، إلا إن حالتهم النفسية متدمرة بشكل كبير نتيجة الحادثة المؤلمة اللي محدش فيهم كان بيتوقعها في أسوأ كوابيسه. ده غير طبعا ان العروسة في صدمة كبيرة بسبب وفاة امها واخوها بعد الحادثة بسبب اصابتهم الخطيرة.